أكلم حضرتك النهارده عن القلب والرئة. ده موضوع خطير والله جدا. والله الرئة دي مهمة جدا، واحنا في أحداث كورونا العاصفة. لو التدخين العاصفة، لا التدخين بقى يعني نزل درجة شوية، أجله شوية. كورونا بتخش تهبش يعني أجهزة كتير في الجسم وعلى رأسها القلب والرئة. موضوع مهم جدا جدا جدا. يعني ليه بقى؟ هما وان يونت، يعني في ناس بتفصلهم. افصلهم عند الجزار، لما نكد اشتري قلب واشتري فشه. انما هم في الجسم وان يونت، وحده واحده. ولا يقال في هذه الوحده والله غير سبحان الله. سبحان الله، حضرتك لو عرفت ازاي ده شغال وده شغال لا تقول الا سبحان الله. اولا كل حاجه مهمه ربنا حماها، حتى لا يعني غطر حتى المخ عمل له جمجمة جمجمة جامدة. يعني تخيل لو ده لحم وخدت طوبة بلاش ماتش كورة وهد زي اللي بيخبطوا بعضه كان ما ينفعش خالص، فحطه جنب القلب عمل له قفص صدري. قفص يحميه، حتى الناس مسمينه قفص. قفص صدري يحميه. الرحم في الحوض برضه محمي، محمي جدا جدا، عشان العيل في الأول قبل ما يطلع بره لسه صغير أي حاجة تنزله. فسبحانك الله يا رب. بلاش أبسط حاجة، أهم شريانين في الجسم، أهم شريانين في الجسم اللي بيغذوا المخ، لو ربنا سابهم كده كانت هتبقى مشكلة كبيرة. مشاهم جوه الفقرات، محميين تمام، ده حماية غير عادية. أي نعم لها سلبية إن لو الفقرات أصيبت بتأثر عليهم، بس هم العمر كله محميين. يعني يجيله ديسك في رقبته ممكن جدا جدا يأثر على كمية الدم اللي راح المخ، بس ده يعني نادر جدا. ده مرض بقى حاجة تانية، مرض حاجة تانية، لما محميين بشكل عام. يعني قلب والرئة محميين جدا جدا. القلب حضرتك طبعا مش هيعجبك الكلام ده، انا عندي قلبين. لا هيعجبني والله، كل كلامك مش هيعجبك. ما اقدرش كل كلامك بيعجبني. انت قلت لي ما اقدرش احب اثنين عشان ماليش قلبين. صحيح، هم قلب واحد لكن اثنين حتتين، يمين وشمال. صحيح، اليمين دورة دموية صغيرة صغيرة جدا. القلب اليمين بيدي الدم للرئة، بس حضرتك مسافة سنتيمترات. الشمال بيوزع الدم على الجسم كله. طيب أنا بلد كل مواطن فيها لازم يصلوا مية ونور وأكل وملح. صحيح، وفلفل وعيش، كل الحاجات. انا كل خليه عندي محتاجه اللي انا قلته ده. دي وظيفه الشمال، يطلع الدم في شريان الاورطه، يغذي جميع خلايا الجسم. بايه؟ رقم واحد بالاكسجين، كل العناصر المهمه، بالميه، بالفيتامينات، بالجلوكوز، كل حاجه. طب ازاي ده يتم؟ القلب بيضرب ضربه يروح طالع الدم متوزع على كل حاجه. كبدي راح له دم، كلوتي راح لها دم، عضلاتي راح لها دم، كل حته. بينما اليمين وظيفته ان يجيب الدم ده يوديه للرئه بقى عشان نشيل الاكسجين بس. تخيل هذه الوظيفه، بس وظيفه هي كل في كل، سبحان الله، هي الحياه كلها، هي الحياه كلها. فالدم البطين الايمن يخبط يطلع على الرئه، الرئه كلها حاجات حويصلات هوائيه، يمر الدم من حواليها تاخد الاكسجين سبحان الله وتطلع ثاني اكسيد الكربون كذا خطوة كيماوية، لكن هو ده اللي بيحصل، يبتدي دم. انت بتتكلم حضرتك كل ده بيحصل في ثواني واقل من ثواني. ده ثواني، ده حضرتك مبالغ كتير. يعني الحاجات دي بتحصل طول الوقت. بلاش هقول لك رقم مفزع. طيب يا ريت. القلب بيدق في اليوم بين 110 و 120 الف دقة في اليوم. طب واحد عاش 80 سنة، ده دخلنا في المليارات. تعرف تعمل الرقم؟ دخلنا في المليارات. 110 في 1000 في اليوم في 80 سنه. ما هو شغال دق طول الوقت، ما بيرتاحش. طب ازاي؟ هو مراحل كده. هتلاقي مكنه اتعملت تشتغل الوقت ده بانتظام. بانتظام 80 سنه او 85، مع الافتراء اللي احنا بنعمله، مع كل حاجه، مع طول النهار احنا بنأذيه بشكل او باخر، بتوتر وسجاير واكل زياده وحاجات كتير. فعشان كده في ناس فاكره ان امراض الرئه لوحدها وامراض القلب لوحدها، لا، دي وان يونت.
يعني ممكن مرض الرئه يؤثر على الجهه اليمنى للقلب من اول البلهارسيا. يعني ايه مرض الرئه يؤثر على؟ برافو برافو، ده سؤال جميل جدا جدا. بقول لك انت لا ده سؤال يعني عايز اعرف، ده توضيح مش سؤال. هقول لحضرتك دلوقتي، دي حواصله هوائيه، دي اللي بيخش فيها الهواء ويحصل فيها تبادل غازات، حواليها كلها اوعيه دمويه، هنقول قطرها قد كده والحويصله قد كده. هو ايه مشكله التدخين؟ ايه المشكله الاساسيه فيها؟ تمدد هوائي. يحصل ان الـ 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 الاوعيه او الـ 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 البرونكاي اللي هي الحويص المجاري الهوائيه تضيق، فتدخل الهواء تحبسه جوه. انا هقول لك دلوقتي يا استاذ محمود اعمل حركه وتنفس بعدها، خد نفس غويط. لا مش هعمل كده، انا مش لا انا هعمل خد نفس غويط. لا ما تخضنيش، لما تخض لا لا هاخد نفس غويط قوي. فانا دلوقتي الرئه مليانه هوا، يلا تنفس بقى. تقول لي ما اعرفش، ما هي مليانه لانها اتملت هوا. ده اللي بيحصل، لازم تطلع، بيحصل احتباس هوائي. طب الحويصله الهوائيه اللي كانت قد كده وحواليها اوعيه دمويه، لما كبرت ضغطت على الاوعيه الدمويه، نفخت، ضغطت عليها، وبالتالي كميه الدم اللي طالعه لقت مقاومه. انا كنت ماشي في شارع واسع لقيته ضيق، حصل تكدس وراء الضيق. حضرتك مسافر اسكندريه وفي حادثه لا قدر الله في الطريق، في الشارع تكدس، يبقى قبل الحادثه مش بعد الحادثه طبعا. فالبطين الايمن وهو بيطلع الدم في الرئه، الرئه مقفوله كأوعية دموية مش كهواء، فيتعب هو. يبقى كيف تؤثر الرئة على القلب؟ تؤثر على الجهة اليمنى عندما يحصل كذا حاجة. طب دي السجاير مفهوم، ايه تاني كمان؟ بالهرسي. بالهرسي بالهرسي خلاص، دي خلصنا منها الحمد لله. تقريبا يعني بالهرسي، في بيض البالهرسيا بيطلع في الرئة ويعمل تليف في الأوعية الدموية، يخلي الدم يمشيش بسهولة، والراجل بيتنفس كويس جدا والحويصلات سليمه، لكن الاوعيه الدمويه مش كويس، تليف الرئه. وتليف الرئه عندنا كذا نوع، كتير منه نوع انا انبه الناس كويس جدا له، اللي بيربوا حمام. مين اللي بيربوا حمام؟ خطير جدا جدا. الحمام بيطلع ماده من الريش بتاعه تبوظ الرئه. انا عندي حالات كثيره جدا. انا كنت قريت مره حاجه على حاجه بالشكل ست يا ستي كذا، عندك حمام؟ تقول لك عندي حمام. انا بقول لها اذبحيه تخلصي منه يعني. قالت انا اذبح عيالي وما اذبحش الحمام. يا خبر ابيض. بتحبه جدا. في ناس عندها عايشه معايا دي اسمها غيه. غيه الحمام. وحطيناها في وسط اربع كبار وبتاع. ده بكلمه وبيرد عليا. ايوه ايوه ايوه. اذبحه ازاي يا دكتور؟ صحيح. بس خطر فعلا. بيبوظ الرئه في بعض الناس. يعني صح يلبسه كمامه. حتى الكمامه مش هتعمل حاجه، مش معقول هيلبس كمامه. مفيش فايده، اصل هو مجرد وجوده خلاص، هي غيه بقى، قلنا غيه والغوي نقبض.